أسعد الله مساءكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى جولة جديدة من حديث الصحافة، والبداية بأبرز عناوين المواقع الإلكترونية الإخبارية، ونبدأ بالمصدر أونلاين. المصدر أونلاين. المحافظ العردة: لن نسلم لميليشيا، ومأرب أبعد على الحوثيين من عين الشمس. هي الثانية خلال ساعات. التحالف العربي يقول أنه دمر طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون صوب المملكة. أمين عام الأمم المتحدة: المفاوضات حول اليمن مستمرة ووصلت إلى مراحل متقدمة. بسبب سيطرة الميليشيا عليها، جامعة العلوم تخلي مسؤوليتها عن إجراءات العملية التعليمية في 4 فروع. مصادر: قوات تابعة للانتقالي تشن حملة اعتقالات لقادة وعناصر في قوات العمالقة، وعائلة أحد المعتقلين تحمل المحرمي المسؤولية. التغيير نت: لجنة الطوارئ تسجل 10 إصابات بكورونا في حضرموت ومأرب. قتيلان و7 مصابين في مواجهة مسلحة على أراضي وسط مدينة عدن. 5 قتلى وأكثر من 20 جريحاً في قصف صاروخي لميليشيا الحوثي استهدف مسجداً داخل معسكر للأمن بمأرب. الصحوة نت: ناطق الجيش: استهداف ميليشيا الحوثي للمساجد جرائم إرهابية لن تمر دون عقاب. العرادة: لجوء الحوثيين لقصف دور العبادة مؤشر عجز، ومأرب أبعد عليهم من عين الشمس. الإريانية: إيران لعبت دوراً تخريبياً في اليمن ولا يمكن أن تكون شريكاً في تحقيق السلام. نائب الرئيس يطلع على تفاصيل جريمة قصف الحوثيين لأحد المساجد بمأرب. تعز تواصل الاحتجاجات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. وكالة سبأ: الاتفاق على الاستلام المبدئي لملعب الحبيشي بعدن بعد تأهيله. نائب رئيس الجمهورية يناقش المستجدات ويؤكد على حرص الشرعية على تنفيذ اتفاق الرياض. مجلس القضاء يقر تشكيل الشعبة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بمأرب. تدشين مشاريع إعادة تأهيل مدينة شبام التاريخية بحضرموت. الجيش الوطني يشن عدة هجمات على مواقع ميليشيا الحوثي بمديرية باقم في صعدة. رئيس الوزراء: تصعيد الحوثيين مؤشر واضح على رفضهم لجهود السلام. العاصمة أونلاين: الحوثية تعترف بمصرع قيادي مهم وتشيع قيادات أخرى من الصف الأول في صعدة. نائب الرئيس يطلع على جريمة قصف ميليشيا الحوثي أحد المساجد بمأرب. البيضاء: معارك شرسة في الصومعة ومقاتلات التحالف تدمر آليات الحوثية. تقدم مستمر للجيش في قانيا ومعارك قاسية على الميليشيا الحوثية. أعداد القتلى والجرحى مشكلة: الحوثية بصنعاء سرير لكل جريحين والبقية على بلاط المستشفيات. أمهات المختطفين: المخفيون يتعرضون للتعذيب، وفعاليات الرابطة لا تخلو من التهديد والمضايقات. إصابة طفل برصاص قناصة ميليشيا الحوثي بتعز. سبتمبر نت: حصاد المعارك الأخيرة حصيلة كبيرة من الخسائر البشرية والمادية للميليشيا الحوثية. نائب رئيس الجمهورية يؤكد الحرص على تنفيذ اتفاق الرياض كمنظومة متكاملة وفق الأطر الزمنية. العميد سيف الشدادي: نخوض معارك هي الأقصى على الميليشيا الحوثية، والجيش في تقدم مستمر في قانية. الإصلاح نت: قصف حوثي يستهدف مجدداً مطاحن البحر الأحمر بالحديدة. أحزاب البيضاء تدين الأعمال الإرهابية وتخادمها مع المشروع السلالي الكهنوتي. المعلمون وانقطاع الرواتب: سنة دراسية جديدة ومعاناة متجددة. إصلاح تعز يدين عرقلة فعالية الاحتفاء بذكرى تأسيس المؤتمر ويؤكد على حرية العمل السياسي. تعز تواصل الاحتجاجات المنددة بالتطبيع مع الكيان الصهيوني. سهيل نت: ندوة تدعو الحكومة لتشكيل لجنة طوارئ للتعامل مع تهديدات صافر. العثيمين يدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين.
مستشار الرئاسي، هناك جماعات فهمها للدين مبني على خرافات، والحوثي أداة وظيفية. رصد أكثر من 100 خرق حوثي في الحديدة خلال يوم. أبين، إحياء الذكرى الأولى لشهداء القصف الجوي الإماراتي. إذن كانت هذه أبرز عناوين المواقع المحلية الإلكترونية، وإلى الصحف العربية والعالمية التي بكل تأكيد لها حيز في أخبارها عن اليمن، نستعرض مشاهدينا الكرام سويا أبرز ما جاء فيها من عناوين، ونبدأها لكم بالوطن السعودية. الوطن السعودية، توزيع 1805 كراتين من التمور للأسر بالحديدة. خالد بن سلمان، أمن واستقرار اليمن وعودته القوية هدف رئيسي للتحالف. انتزاع 1186 لغما في اليمن خلال أسبوع. الشرق الأوسط، الحكومة اليمنية تطالب بموقف أممي واضح من خروقات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار. الحوثيون يستهدفون مسجداً في مأرب، والشرعية تندد بقصف مطاحن القمح. خروق متصاعدة في الحديدة، ومعارك الجوف تكبد الجماعة عشرات القتلى. مساعٍ انقلابية في صنعاء لنهب أموال ضحايا شركات الأسهم الوهمية، رغم الاحتجاجات المتواصلة المطالبة باستعادتها ومعاقبة المحتالين. العربية نت، حكومة اليمن تنتقد لقاء غريفيث بمسؤول إيراني. تفكيك قذائف مدفعية إيرانية غربي اليمن. غوتريش، المفاوضات جارية حول اليمن وقد وصلت لمراحل متقدمة. عكاظ، الحوثيون يعتزمون مقاضاة الأب اليمني المفجوع. 3320 انتهاكا حوثيا للمدنيين في صنعاء خلال عام. مأرب، باليستي حوثي يستهدف مسجدا ومقتل 5 وإصابة آخرين. الرياض، الحكومة اليمنية تطالب بموقف أممي واضح من خروقات الحوثيين لاتفاق وقف إطلاق النار. ارتداء الكمامة أسفل الأنف يزيد من خطر الإصابة بفيروس كورونا. التحالف، اعتراض وتدمير طائرة من دون طيار مفخخة باتجاه المملكة. كانت هذه أبرز عناوين المواقع الإلكترونية والصحف العربية والعالمية، والآن إلى مقالات الرأي والتحليل، وبداية بهذا المقال الذي اخترناه لكم من موقع الصحوة نت، تحدث فيه الكاتب أحمد عبد الملك المقرمي تحت عنوان فلنتحدث مع أنفسنا. يتحدث عن المرحلة الراهنة الاستثنائية ودور القيادات السياسية والأحزاب والمكونات المجتمعية والمطلوب منهم اليوم في هذا الظرف الاستثنائي الذي تمر به اليمن. الصحوة نت، منذ التمرد العسكري الإنقلابي واليمن تعيش وضعا استثنائيا بكل ما تعنيه الكلمة من معنى. الأوضاع الاستثنائية تفرض على المسؤولين الرسميين في الدولة والحكومة والقيادات السياسية في الأحزاب وفي المجتمع بكل مكوناته، تفرض عليهم أن يتفقوا على قائمة مهام محددة بصرامة ومصداقية، ويتحملوا مهام ومسؤولية تنفيذها الجميع. في مثل ما نحن فيه من أوضاع وأمام ما علينا جميعا من واجبات ومسؤوليات جسام، فإن عقلية الذرات يجب أن تختفي، وجرجرة الصغار للكبار إلى وحل المشاكسات وتصفية الحسابات لا يصح ولا ينبغي. فمماحكة الصغار اليومية تشعلها مناكفات المراهقة وتهور الطيش وعنتريات التحدي، فتتغلب تعبئة الإثارة التي يتبناها الصغار والمراهقون على عقل الكبار وتوازنهم المفترض، فينزل الكبار إلى مربع الصغار تماهياً مع العقلية المراهقة وإرضاء للصغار بهدف كسب ودهم، ويحدث كل ذلك على حساب قائمة المهام الكبرى والأهداف ذات الأولوية، فتغيب التوعية ويغيب التوجيه الراشد. تعيش اليمن أوضاعاً استثنائية، هذه الأوضاع الاستثنائية الأصل أنها توحد الصفوف وتحدد الأهداف والمهام التي تحصر في إزالة أسباب الأوضاع الاستثنائية، ولن تتحقق هذه المهام والأهداف إلا بأن يتبنى تنفيذها الكبار الحقيقيون الذين يتسابقون هممهم نحو القمم ولا يصحبهم الصغار نحو القعر. علينا كيمنيين أن ننظر بعين التأمل العميق إلى ما تقوم به أنظمة التطبيع مع الكيان الصهيوني،
ونتساءل كيف أزالت وتجاهلت كل المخاوف والمحاذير والأخطار الصهيونية، بل وأدارت ظهرها للقيم والمبادئ وللوطنية والعروبة والإسلام، وتجاهلت العداء الصهيوني المترسخ ضد العرب والذي لن يغير التطبيع معهم شيئا من مشاعر الكراهية الحاقدة تجاه العرب مهما تزلف المطبعون. ومع ذلك تناست أنظمة التطبيع كل ذلك ومدت يدها للكيان الصهيوني الغاصب للأرض العربية الفلسطينية. نحن كيمنيين في معسكر الشرعية أولى بأن نتجاوز خلافاتنا وهي لا تذكر بمقارنتها بالعداء مع الكيان الصهيوني. لقد قفزت تلك الأنظمة على كل دواعي عدم القفز وارتمت في أحضان العدو الماكر، بينما نحن أمامنا جميعا كل دواعي ودوافعي وضروات القفز إلى أحضان بعضنا بود وحب وأرضية واسعة مشتركة. أمامنا هدف كبير هو إسقاط المشروع الظلامي للكهنوت الحوثي، ومهام الجميع تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي، ومهمة الكبار اليومية توجيه المسار نحو هذا الهدف بحيث يصبح الجميع رجالا ونساء وشبانا وشيبا في خندق الهدف الكبير والمهام الكبيرة. فهيا لنتحدث مع أنفسنا بصدق ومسؤولية وترك معارك الضياع الجانبية التي تخدم مجانا وبكل امتياز مشروع الكهنوت الحوثي لا سواه. المقال التالي من يمن مونيتور تحدث فيه الكاتب أحمد ناصر حميدان عن غياب الدولة في العاصمة المؤقتة عدن وعن المآلات التي آلت إليها في الفترة الأخيرة من تفلت أمني وغيرها من الانتهاكات التي مورست بحق المواطنين في ظل غياب للدولة، وتحدث أيضا عن أهمية وجود الدولة في العاصمة المؤقتة. يمن مونيتور. واقع عدن البائس والأسى هو نتاج طبيعي لغياب الدولة كمؤسسات ونظام وقانون يضبط إيقاع الحياة فيها ويدير مؤسساتها ويراقب إيراداتها ويحاسب كل عابث ومنتهك وفوضوي فيها، واقع يعبر عن فقدان مبدأ العدالة كعمود أساسي للسلطة والحكم، واقع تشكل أمام أعيننا كمكونات وأفكار وثقافة متسلحة للنعرات ومصدرها برميل قمامات الماضي حلقاتها الكراهية للآخر، ضاقت حلقاتها واستفحلت حتى أصابت المعنيين فتنبهوا لخطورتها. خير وإن تأخر خير أسدل ستار عن السلبية القاتلة التي كادت أن تهلك عدن أرضا وإنسانا لتبرز حالة من الإيجابية ونقد ظواهر البؤس والأسى. برغم النعرة هي بداية تباشير وعي نقدي تشكل، سيسهم بالضرورة لحالة نبذ هذه النعرة كلما تطور وعي الناس وأدركوا حاجاتهم في مواجهة الظواهر السلبية وخطورة النعرات. المهم هو كسر روح الإحباط والتذمر والعجز في مواجهة العبث الذي يسيطر على واقع عدن ومحاولة فرض هذا الواقع بكل مآسيه وبؤسه، وهو يتيح المجال لآلة العبث بالتحرك بأريحية تنشر حالة التجهيل والتغرير والتبرير والتدليس للألم والأوجاع والمآسي والانتهاكات والاغتيالات والانفلات الأمني والأخلاقي. عدن اليوم لا تعرف أين تذهب إيراداتها ولا تملك ميزانية ولن تعرف حجم المصروفات. عدن التي تتسول رواتب الموظفين الحقيرة التي لا تغني ولا تكفي حاجة الفرد المعيشية من دول طامعة ومهينة لعدن. عدن التي يفرض عليها التجهيل بحجة حقوق المعلم بمفارقة عجيبة لا تسمح للمعلم أن يطالب المعنيين بتحصيل إيرادات عدن، وسلطة الأمر الواقع بمهانة التسول من غير المعنيين، ومن لا سلطة لهم بعدن هذا حال عدن المقلوب رأسا على عقب. لا سلطة أمر واقع قادرة أن تكون دولة تفي بالاستحقاقات، ولا ترك للدولة أن تكون سلطة عدن. ناهب الإرادات عدن يتسول ميزانية عدن من غير سلطة عدن، والنتيجة عدن دون كهرباء ولا ماء ولا خدمات، والأمن حدث ولا عجب، رجاله منتهكي أراضي عدن، معالم عدن جزرها وجبالها أرضها وناسها حاميها حراميها، وتصرخ عدن ويزداد صراخها وتتوسع الاحتجاجات وتنفرط حلقات سلطة الأمر الواقع التي تقع اليوم في فخ عدن ومن ينقذ عدن، وهي تنظر ولن تحتضر، هي أقوى وأشد قوة من عصابة العبث وناهبي المال والعابثين والمنتهكين. ستكون عدن مقبرتهم وترميهم لمزبلة التاريخ
إنها عدن تاريخها شاهد على ذلك. إلى مواقع التواصل الاجتماعي وبداية من الفيسبوك، وهذا منشور لمجيب الحميدي والذي تحدث في منشور له عن القوة الطاغوتية التي تستخدمها ميليشيا الحوثي الانقلابية ضد أبناء الشعب اليمني تحت مسميات وتبريرات، وهي تريد أن تمررها على أبناء الشعب اليمني. في ذكرى عاشوراء استضعفت الطاغوتية الفرعونية بني إسرائيل بذات الطريقة التي استضعفت فيها الطاغوتية الصهيونية إخواننا في فلسطين، وتغلب يزيد على معارضيه بذات القوة الطاغوتية التي استخدمتها عائلة الحوثي في صنعاء وعائلة الأسد في دمشق لاحتكار السلطة بأدوات القهر وطاغوتية القوة. عاشوراء يوم من أيام الله يقلب الله فيها ابتلاءات الحرية ومواجهة القمع العنصري والطاغوتي والاستضعاف في دورة صراعات ما تزال تكرر نفسها، ويتجاهل الطواغيت فيها جوهر العدالة والحرية المقدسة، مستنبطين دعوة عنصرية زائفة بالحق الإلهي لممارسة الاستعلاء العرقية في الأرض. الأحرار وحدهم أحق بموسى والحسين من أعداء حرية الشعوب وعبيد العنصرية الطاغوتية. خالد العلواني له منشور تحدث فيه عن المتعصبين لحضور الدولة وهم الذين يبحثون عن السلام والطمأنينة. كل متعصب يبدو قزما سخيفا إلى المتعصب لحضور الدولة، فإنه يبدو عظيما حصيفا، كون التعصب للدولة تعصب للحياة والسلام والكرامة والطمأنينة. الشيخ محمد عيضة شبيبة تحدث عن يوم عاشوراء وهذه المناسبة التي احتفلت بها ميليشيا الحوثي الانقلابية بقصفها لمسجد في محافظة مأرب. بمناسبة يوم عاشوراء، الحوثي يقصف مسجدا في مأرب بسلاح الكاتيوشا ويقتل عددا من المصلين انتقاما من قتلة الحسين بن علي بن أبي طالب والذين شوهدوا وهم يختبئون داخل المسجد. إلى تويتر، وبداية بهذه التغريدة لوزير الشباب والرياضة الأستاذ نايف البكري الذي غرد عن أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية الذين يدافعون عن أرضهم بكل بسالة لاستعادة الدولة وإنهاء الانقلاب. يخوض أبطالنا الميامين من الجيش الوطني والمقاومة مسنودين بالقبائل أشرس المعارك وأشرفها، تتصدى تلك العزائم بكل سلاسة وتضحية لمحاولات الانقلابيين المستميتة للتوغل والتقدم، ويلاحقونهم على مشارف حزم الجوف وصرواح مأرب ومريس الضالع، ويبذلون تضحيات جسام غير آبهين بالمشككين وضعاف العزائم. في سلسلة تغريدات لوزير الإعلام الدكتور معمر الإرياني تحدث وعن ما جاء من تصريحات للمبعوث الأممي لدى اليمن مستغربا تلك التصريحات، أدلى برأيه حول تلك التصريحات بهذه التغريدات نتابعها. تابعنا باستغراب تصريحات المبعوث الخاص لليمن مارتن غريفيث بشأن لقائه كبير مساعدي وزير خارجية إيران علي أصغر خاجي، والذي تجاهل الدور التخريبي لإيران في زعزعة أمن واستقرار اليمن وتحويلها منصة لاستهداف دول الجوار وإقلاق أمن المنطقة وتهديد خطوط الملاحة وما خلفه من خسائر بشرية ومادية. تجاهل المبعوث الأممي مارتن غريفيث تقرير الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن بشأن فحص حطام أسلحة جرى استخدامها في 4 هجمات إرهابية على السعودية، والمعلومات التي كشفت عنها وزارة الدفاع الأمريكية بشأن شاحنتي أسلحة إيرانية الصنع استولت عليها في بحر العرب في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. من يرسل الطائرات المسيرة والصواريخ البالستية وخبراء صناعة الألغام والعبوات الناسفة إلى الميليشيا الحوثي
لاستهداف الشعب اليمني ودول الجوار وتهديد خطوط الملاحة الدولية لا يمكن أن يكون داعية سلام، ومن يرعى الإرهاب وينشر الفوضى في المنطقة لا يمكن أن يكون شريكا في بناء مسار للسلام. وسلسلة تغريدات أيضا لبراء الشيبان الذي تحدث عن الاتفاق العسكري بين ميليشيا الحوثي الانقلابية وقيادات في تنظيم القاعدة وداعش في محافظة البيضاء، والهدف منه كذلك. مناطق قيفة هي مناطق جبلية وعرة تفصل ما بين مناطق البيضاء ورداع ومحافظة مأرب. التنسيق الذي تم بين الحوثيين وقيادات تنظيم داعش والقاعدة هدفت إلى فتح طريق قيفة وإسقاط جبهات تتبع القوات الموالية للحكومة والشرعية والمقاومة القبلية المساندة لها، حيث أن هذه الجبهات تعزز عمليات القوات الشرعية في مأرب. وأهمية هذه المناطق لجماعة الحوثي هو جعلها طريق إمداد بين مناطق الحوثيين ومأرب. سقوط جبهات قيفة سيفتح جبهات جديدة ومؤثرة لتطويق مأرب وتشتيت جهود وعمليات الجيش اليمني في قيفة ومراد. تم الاتفاق بين التنظيمات الثلاثة على تصعيد العمليات في جبهات قيفة للسيطرة على طرق الإمداد وفصل الجبهات، مما يؤدي إلى سقوط مناطق في مديريتي القريشية وولد ربيع قيفة بيد الحوثيين، وهو ما تم حرفياً. سيطرة الميليشيا على هذه المناطق يهدف إلى استنزاف القبائل الموالية للشرعية، وذلك مقابل مبالغ مالية كبيرة تم دفعها من قبل الحوثيين لقيادات داعش وقيادات في تنظيم القاعدة أغلبها من خارج المحافظة. عبد السلام محمد ذهب للحديث عن كسر ميليشيا الحوثي الانقلابية في الجبهات والتي تصب جام غضبها على المدنيين بإرسالها لهم الصواريخ البالستية وغيرها التي تستهدف بها دور المواطنين الآمنين وكذلك دور العبادة. بعد كل مواجهات يخسرها الحوثيون في مأرب يرسلون صواريخهم على المدن السكنية ويخصصون بعضها لمسجد القوات الخاصة الذي استهدف لمرات متعددة، لأن هذه القوات شلت مخططه وكشفت جواسيسه وشكلت مع الجيش والمقاومة السور الحامي لمأرب من عدوان بربري سيكتبه التاريخ للحركة الحوثية العنصرية كنازية جديدة. أحمد عايض هو الآخر تحدث عن الموضوع ذاته وقال بأن الكيان الصهيوني وإسرائيل لم تعتدي على المساجد بقدر اعتداء ميليشيا الحوثي الانقلابية على المساجد في اليمن. تفوق الحوثيون على داعش والقاعدة في استهداف المساجد وقصف المصلين فيها، حتى إسرائيل لم تجرؤ على فعلها. إنه الضعف والنذالة والخسة عندما تجتمع في قطيع شيعة شوارع اليمن، لن تنالوا من مأرب إلا هزيمتكم واقتلاع شروركم. لم يفوت الدكتور محمد جميح للحديث عن هذه الصواريخ، لكن هذه المرة مستغربا من يدعون أنفسهم بأنهم أنصار الله هم الذين يدفعون بصواريخهم لاستهداف المساجد. هذا ما غرد به الدكتور محمد جميح. إطلاق الحوثيين صاروخا باليستيا على مسجد بمدينة مأرب وقت صلاة فجر اليوم أدى لاستشهاد 5 وجرح 20 آخرين. وقع الهزيمة التي ألحقتها مأرب بالميليشيات كان غير محتمل، وإلا منذ متى استهدف اليمنيون بيوت الله بالصواريخ البالستية؟ الباعث على السخرية أن هؤلاء القتلة يسمون أنفسهم أنصار الله. حسن الفقيه تحدث عن جرائم ميليشيا الحوثي الانقلابية من قنص وتفجير واستهداف للمدنيين، وقال كل هذا يعطي عنوانا واحد، هو عجز الميليشيات مواجهة أبطال الجيش الوطني في الجبهات. الحوثية مدانة وسافرة لذاتها وشكلها ووسمها واسمها. الحوثية عنوان لكل خطيئة ومنقصة. عندما نعدد جرائم الحوثية لا ندينها، فهي الإدانة والجرم بذاته. هذه عصابة مارقة متجردة من كل دين وعرف،
فهي تصرخ وتهتف عقب كل قصف منزل أو نسف مسجد أو قنص طفل أو انفجار لغم، لا شيء يعجزها سوى عجزها. عادل دوشيلة تحدث عن ميليشيا الحوثي الانقلابية وقال أنتم عبارة عن شركات خاصة لحماية الولي الفقيه في إيران، هذه هي مهمتكم في اليمن فقط. يسمون أنفسهم أنصار الله ويستهدفون بيوت الله بالصواريخ البالستية. يمكن تختاروا لكم اسم آخر، ممكن تستخدموا اسم بلاك ووتر اليمنية أو داين كورب الهاشمية أو تريبيل كانوبي الحوثية. أنتم عبارة عن شركة أمنية خاصة تقوم بخدمة الولي الفقيه في طهران، مثلكم مثل شركة الكوتودو تيرو الإيطالية. ونختم لكم هذه الجولة بتغريدة ليحيى قمع الذي تحدث عن محافظة مأرب التي كسرت شوكة ميليشيا الحوثي الانقلابية ولم ينالوا من هذه المحافظة. مأرب تفوقت على نفسها في شتى القطاعات وانتصرت عسكريا وأخلاقيا وإنسانيا وتعليميا، بينما الميليشيات نسفت بالأخلاق والمبادئ والقيم الإنسانية في صالح معركتها العسكرية وحولت جل اهتمامها لدخول هذه المحافظة وفشلت من الاقتراب منها. انتهت هذه الجولة من حديث الصحافة، كنت معكم أنا أحمد الفرحان، أشكركم على طيب المتابعة في أمان الله.